يا حبيبتي يا نايا، كل شي عمله معها زالت عليه من قلبه. شو بخاف عليها من حنيتها؟ بنتي بتعمل حالة قوية كتير قديمة، بس أنا بعرف قديش هي رقيقة. تعرفي أختي، ما تزعلي مني، الزلمة مات والله لا يرحمه. بصراحة أنا ارتحت، بركي هالبنت بتتنفس شي شوي، حاش بيضل حقها مثل الكابوس. اسلموا ايديكي يا اختي. ليكي اختي، اشكري ربك اللي ما جابت اولاد، كانه يعني ما تجوزت من اصله. كل شيء بهالدنيا نصيب يا فاديه. اوليك قديش تارك ورا مصاري؟ اخر همي يا فاديه، اخر همي، شو بعرفني؟ يا ريتا ما استعجلت، يا ريتا طولت بالها شوي، كانت ورثت لها قرشين وعشت لها يومين مثل الخلق. مش وقت هالحكي يا فاديه. طيب يعني لو ما اتطلقت مش كان احسن؟ الله حظ، الدنيا حظ، ما له حظ لا يشقى ولا يتعب. نايا ما اتطلقت. نايا ما هلا شو بدنا نعمل؟ والمصريات اللي حطيناهم؟ ما في شيء بدي عنا، كل شيء سجل بالورقة والقلم. بس المشروع بده يوقف لبين ما يصير حصر الإرث. والست شهد؟ ما فينا نتصرف غير ما توقع من الكومة، خاصة هلا في مشكلة جديدة. مشكلة شو؟ أولاد المرحوم جوزها كامل باشا، ما صدقوا سمعوا بالحادث حتى هجموا على بيت بين واحتلوه. ومش بس هيك، بدهم يرفعوا دعوة على الست شهد حتى يسترجعوا كل شيء منها. وبدهم يجيبوا إثبات بعدم أهلية بيّن وقت ما ورد كل شيء لشهرزاد. شهرزاد ما غيره؟ إيه شهرزاد ما غيره. قلت هالوجه مش غريب علي، معناته المشروع طار والمصريات طاروا. بدنا نستنى حكم المحكمة بخصوص شهرزاد وحصر الإرث بخصوص عاصم. هيدا خلت الشغل مع رقصات.